السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، الله يعطيكم العافية. طبعا اليوم في موقع جديد، طبعا الجبل ما شاء الله تبارك الله، قاعد أرش موية علشان الغبار كثير، قاعد أحاول إني أسحب الدمار اللي هو مفكفك قبل لا أركب الدقات وأسحب أبدأ أكسر بالشاكوش، بس الحمد لله إن شاء الله بإذن الله بحاول إني أمشي على قد ما أقدر اللي بقدر عليه في الباكت أول حاجة، بحيث إني أنظفه في نفس الوقت أعمل لي زي المصطبة هو كذا مو للبوكلين أوقف عليه. شوف حتى في صخور هنا حتنزل كبيرة، كمان أبغى أنظف من جهة البيت صراحة. شوف جهة البيت على طول بينزل عندي جهة البيت على طول، فبحاول إني أسحبه لعندي على أساس إنه ما يروح على البيت، أساس إنه ما يروح إن شاء الله بإذن الله على البيت. أيوه شوف زي كذا، يا سلام ما شاء الله تبارك الله. طالما الجهة هذه بتنسحب بالباكت فهذا بركة من رب العالمين الحمد لله. يا ربي لك الحمد، بداية خير إن شاء الله، بداية خير. يا ربي لك الحمد. طبعا للأسف تحت البوكلين الأرض مرة قاسية للأمانة، يعني جبل مرة قوي، حاولوا فيه يدخلوا فيه بس ما مشي معهم وتركوه. فأنا الآن حاليا عشان ما أعطل نفسي أبكسر أبسحب الدمار هذا اللي قدو جاهز معاي، بحيث إني ما أتعطل في المكان القاسي. أخلي آخر شيء ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه كلها جت بس ما أبغاها تنزل عشان لا تمام. ما شاء الله تبارك الله، حبة علشان ما تجي فوق البخلين. شوف تمام، أسحب تحتها هنا، أسحب عمل تحتها يعني زي الحفرة تنزل فيها، بعد كده انت حولها يمين ولا شمال. ما شاء الله طبعا الوايد يتخلص ما شاء الله بسرعة، كيف بنحتاج ويتات، بنحتاج موية في اليوم أقل حاجة 5-6 ويتات للأمانة، وهذا شيء لابد من أول حاجة عشان الجار ما خلص الموية تمام، سحب نفسه بس أهم. أول شيء عشان الجيران ما يشتكوا من الغبار، ثاني حاجة عشان الموية بيساعدنا صراحة، بيساعدنا كيف ندخل للجبل من نجي له من يمين ومن شمال. فإن شاء الله بإذن الله الجبل الفترة هذه بينزل معانا كامل بالباكت، يا رب المنطقة هذه كلها تنزل معنا بالباكت. نقول يا كريم يا الله، نفسي شوي علشان اقدر اسحب هذا اللي هنا بحيث انه ما ينزل على الجار، لازم ارفع نفسي.
الكبيره هذه.